نردش عليهم انا هذو جهال، نردش على الجهال، انا نرد على العلماء ما نردش على الجهال. ولكن نقول اني هو لما كان مسجون في لامبواز في هذيك القريه هذه كان مسجون صح، كان قصر داير به سور كبير يعني وعالي ما يخرجش منه لا الامير لا الميان تاع الاشخاص، عنده ميان معاه راحوا من العائله والمحبين نتاعو راحوا معاه، والاخرين خيرهم انهم يروحوا لمكه ولا يروحوا للاسكندريه ولا قالوا ناس لامبواز هذيك سكان البلديه طلبوا انه يشوفوه، خرج لهم باش يشوفوه، وقف معاهم تكلم معاهم شكرهم وقالوا له لا راك متأثر، قال لهم الحداد في الإسلام على الشخص على الميت هو 3 أيام، ولكن الحداد على الحرية مدى الحياة، مدى الحياة. المواقف تاعو في مسارها التاريخي، في مسارها التاريخي ما نضيعوش المسار التاريخي هذاك، لأنه لما قالوا له لماذا يعني بعد 17 سنة معارك وحروب وكل، قال أنا انتصرت على الجيش الفرنسي في معارك عديدة، ولكنني اليوم استسلم لأعدائي أحسن مما استسلم لمسلم خانني، ويقصد به السلطان عبد الرحمن من المغرب.